ما في فريق بالملعب، لان هذا الفريق من بعد لعبته مع السالميه يوميا احنا قاعد نشوف عروض شو وتوزيع مكافآت ما فيها حتى شيء من الاحترافيه، شيء من يوميا من بعد لعبه السالميه كل يوم قبل لا يتمرنون في لازم عرض شو توزيع مكافآت. وهذا في خطر خلاص، هو احتفل بالكاس الحين دعم الفريق صار شو؟ لا لا، مو دعم الفريق له شروط. نادي الكويت يدعم ولا ما يدعم؟ تبي نخشون داخل لا مكافآت؟ نادي الكويت يدعم ولا ما يدعم؟ يدعم نادي الكويت. تسمع هالشيء؟ اي احيانا بعد مباراه مهمه لكم. لا لا بس هذا يكون بالغرف المغلقه يا جماعه، مو اجيب بالملعب اثناء التدريب، اثناء التدريب اللاعبين بالملعب لازم دخلت حدود الملعب الاخضر تركيزي بالتدريب مع المدير الفني. مو ضد الدعم ابو مشاري، اللي حصل اللي حصل بس اللي حصل ان احنا قاعد نشوف كل واحد اتفق معك اتصالات. لا لا بس انا بقول لكم مشاري سماها شو اي شو شو انا بقول لك شو انتم حصل معاكم بالبرنامج، بقول لكم اياها ولا تزعلون. بالبرنامج دق عليكم واحد وقال لكم انا بتبرع حق نادي العربي. ما انا ما مذاكر الاسم. ليش اسمع انا ما مذاكر الاسم. متبرع مكافاه اتفاجئ. اسمع عربي محامي احترم عايش الزلزال تبرع لهم مكافاه. انا اقول لك الشخص اللي دق انا تفاجأت من اسمه ومن صوته قاعد يقول هذا الحين يتبرع من نادي يتبرع حق نادي العربي وهو جاي لي يبي يتسلف مني. والله بالله قلت شو المتاجره هذه؟ والله بالله قسما عظم الحصه هالموضوع منك انت شخصيا؟ مني انا شخصيا. واللي عرف واللي عرف هالموضوع ليش ما اعطيته؟ اسمع واللي عرف الموضوع واللي حاصل قدام هالموضوع ابو بدر مطير الشرقاوي. ليش ما قلت لي؟ اقول لك للامانه الموضوع هذا حاصل قدام ابو بدر مطير الشرقاوي. حتى انا شلت التليفون دقيت على ابو بدر مطير قلت له فلان اللي بالبرنامج يبي يتبرع. لا بس توضح. هلا قال لي ها هنبلى هذا بس توضح توضح عيب والله عيب. صار متاجره باسم نادي العربي، صار متاجره باسم نادي العربي. كل من يوم مسك له ظروف يوزع على اللاعبين. اللاعبين ترى مو محتاجين هالشيء قسما عظم. مو انت بتوزع بالغرف المغلقه ولا تعلن عن اسمك. هذا اللي ضيعت الفريق. اليوم الفريق بلا هويه، الفريق بلا هويه مشتت.